مصطفى عبد الفتاح في بيروت للمزيد من المتابعة والتوضيح بشأن هذه التطورات وآخر المستجدات، وكيف ألقت بظلالها أيضا على المشهد برمته. مصطفى، الصوت والصورة معك. نعم، يعني بكل تأكيد ما يشهده الجنوب اللبناني من اعتداءات متكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ورد حزب الله في الساعات الماضية من ليلة أمس من خلال الرشقات الصاروخية التي أطلقها على إحدى المستوطنات في الأراضي المحتلة كان له أثر في العاصمة اللبنانية بيروت وفي كافة أنحاء بيروت، حيث تعيش العاصمة بيروت حالة من الترقب والانتظار. هذا الترقب الذي تحدث عنه كثير من المسؤولين داخل لبنان بأن لبنان لا يريد الحرب ولا يريد توسعة نطاق الحرب، ولكن يريد السلام وإقرار القرار الأممي 1701، ولكن الأوضاع الحالية وكثرة التهديدات وعلو الأصوات بأن تقوم سلطات الاحتلال بتوجيه ضربات عنيفة ضربات أكثر قوة إلى الأراضي اللبنانية سواء كانت في الجنوب أو في العمق اللبناني أدى إلى تخوف لدى بعض المواطنين هنا في لبنان في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن على أي حال يعني الأمور تسير على خير ما يبدو والأوضاع تسير كما بشكل وشكل كامل، وإن كانت هذه الحياة الطبيعية مشوبة ببعض الحذر والترقب في خلال الساعات والأيام القليلة القادمة سواء كانت من خلال رد حزب الله على الإسرائيلي أو رد الإيراني على إسرائيل وقوات الاحتلال المتمركزة في أماكن عدة. حيث كان شكرا للزميل مصطفى عبد الفتاح، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا على هذه المتابعة.